مساء الخير على حضراتكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. حلقة جديدة بتتجدد معاكم من برنامجكم اليومي صحافة الغد، واللي بنتناول فيه بالقراءة والتعقيب أهم العناوين والمانشيتات بالإضافة لمقالات الرأي والأخبار الصادرة في صحف ومجلات الغد. النهاردة معاكم مشاهدينا هنطالع العدد الجديد من جريدة الوفد، ويصحبني في هذه الجولة الصحفية بالقراءة والتعقيب الكاتب الصحفي رئيس قسم السياسة بجريدة الوفد الأستاذ صلاح شرابي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيبة والأمة العربية والإسلامية بخير. كل سنة وحضرتك والسادة المشاهدين بألف خير. يعني الحقيقة أستاذ صلاح معانا موضوعات كتير مختلفة ومتنوعة مشاهدينا بيتصدرها نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كمان هنتابع معاكم أبرز ملفات. يعني العدد الجديد من جريدة الوفد هو سد النهضة الإثيوبي، وزي ما عودناكم دايما في صحافة الغد بيكون لينا نظرة على الأخبار الاقتصادية، وكمان هنتابع معاكم الفترة الأخيرة وأبرز ما شغل وزارة الداخلية الجريمة المتعلقة بميت سليل. هنتابع آخر تطوراتها أيضا مع حضراتكم النهاردة من جريدة الوفد، لكن خلونا على طول نستهل جولتنا الصحفية من الصفحة الثانية ونشاط سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هقرأ على حضراتكم المانشيت الرئيسي في الخبر، بيقول: بعد قضاء يومين بصحبة ملوك الفراعنة بالأقصر، اليوم السيسي يلتقي رئيس فيتنام في ختام زيارة إلى مصر. يعني أستاذ صلاح ده كان العنوان الرئيسي في الخبر، من العنوان نتعرف من حضرتك على التفاصيل. هو طبعا يعني الرئيس الفيتنام بقاله أكتر من يومين، تحديدا بقاله يومين في زيارة لمصر، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي في خلال الساعات القادمة. هو طبعا وصل مصر في يعني من يومين، ووصل إلى مطار الأقصر مباشرة، وبالتالي أجرى العديد من الجولات السياحية في المعابد وفي المناطق الأثرية، سواء في الأقصر أو في بعض المدن المحيطة، وذهب إلى البر الغربي، ويعني اطلع على الكثير من يعني الحضارة المصرية والأماكن الأثرية في خلال الأيام الماضية، طبعا بمنظور يعني بمنظور دولي. طبعا يعني زيارة الرئيس وهبوطه إلى مطار الأقصر طبعا له دلالة واضحة وله مغزى سياحي من ناحية تانية، بعيدا عن اللقاء السياسي. ده طبعا بيؤكد يعني بيعطي رسالة إيجابية للخارج على أن مصر يعني بها الأمن، وأن الأمن تطور بها إلى نسبة كبيرة أيضا كدولة سياحية، وهذا يتبع دائما بين الدول وبعضها البعض لتجذب مثل الشخصيات العامة مثل اللاعبين أو الفنانين يعني العالميين أو الرؤساء أو الملوك. وبالتالي أنا في تقديري أن الرسالة أن الزيارة لها رسالة إيجابية من الناحية السياحية أيضا إلى جانب الناحية السياسية. البعض يعني قد يتخيل أن مثل هذه الزيارة أو هبوط الرئيس الفيتنامي إلى مطار الأقصر هي زيارة سياحية فقط، طبعا هذا يعني كلام يعني غير حقيقي. هناك ايضا مغزى سياسي وزياره سياسيه ولقاء سياسي مرتقب مع الرئيس السيسي. مصر وفيتنام علاقات ممتده طويله، مصر وفيتنام هناك تبادل تجاري كبير جدا في خلال الفتره الماضيه، خاصه انه صعد من 266 مليون دولار في خلال العام الماضي الى 377 مليون دولار. وهناك إذن هي علاقات بتضرب بجذورها في التاريخ نقدر نقول بين مصر وفيتنام. لكن كيف تنظر تجارية وطيدة يعني. بالطبع، لكن كيف تنظر لاهتمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاقاته الخارجية ورؤيته بعيدة المدى ورؤية مستقبلية لمصر بالدول الشقيقة والصديقة؟ خلينا نتكلم بوضوح ان يعني السياسة الداخلية قد يكون هناك بعض الملاحظات على اداء الحكومة، خاصة فيما يتعلق بملف الاسعار او الى اخره، لكن في النهاية لا شك ان السياسة المصرية الخارجية الان في خلال الفترة الماضية تتمتع كما اقول بالحكمة الشديدة. اداء الوزير سامح شكري وانفتاحه على دول افريقية ودول اسيوية ودول في كل انحاء العالم في خلال السنوات الماضية، وهناك دول يعني يكاد يكون ان رؤساء مصريين لم يزوروها من قبل. انا في تقديري ان السياسه الخارجيه يعني تسير في الطريق الصحيح، يعني لديها انفتاح واسع في افريقيا وفي اسيا وفي اوروبا وفي كل الدول. ادائها في خلال الازمات سواء يعني فيما يتعلق بمقتل المصريين بالخارج او حوادث لافراد من الخارج داخل مصر، الأداء بيمتاز بالحكمة الشديدة، بيتم التعامل مع الملف بدقة شديدة، بيتم التعامل بأسلوب
يعطي دلالة واضحة على الحيادية في أي شيء، سواء في التحقيقات أو فيما يتعلق بكافة الأمور التي تخص إذن هو القضية. وبالتالي تعاون ملحوظ يا فندم بين البلدين مصر وفيتنام على مدار الفترة الماضية كلها. طبعا طيب هناك علاقات تجارية وطيدة وتبادل سواء الصادرات والواردات فيما يتعلق بالإطارات أو الأقمشة أو يعني كل عدد يعني أمور كبير من كثيرة، عدد الميدالات. كبير من المواد الخام والمنتجات. هناك تعاون كبير جدا بين مصر وفيتنام. يعني أقصد ما أقوله أن الزيارة هي زيارة سياحية، يعني لا سياسية لكنها أيضا حملت المدلول السياحي في نفس الوقت. نعم. طيب من الصفحة الثانية مشاهدينا هنروح معاكم على طول للصفحة 3 ونتابع آخر التطورات اللي حدثت فيما يتعلق بملف سد النهضة الإثيوبي. الخبر في عنوان رئيسي بيقول رئيس وزراء إثيوبيا يشكل لجنة للتحقيق في فساد سد النهضة وعيوبه الفنية. الرئيس السيسي يوجه رسالة شفهية لأبي أحمد لتنفيذ إعلان المبادئ. أيضا في تصريح لبعض الخبراء بيقولوا رئيس الوزراء يهيئ الرأي العام الإثيوبي لتعديل المواصفات ومخاوف من فشل التشغيل التجريبي وعدم تركيب التوربينات بشكل دقيق. يعني يمكن أستاذ صلاح خبر مهم جدا وفي عناوين تفصيلية مهمة جدا، يعني لو تكلمنا عن قراءتك الصحفية للخبر ده. هو طبعا يعني التطورات الأخيرة أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يعني شكل لجنة لفحص ما يتعلق بآخر المستجدات بالملف. خلينا نقول من البداية أن مصر منذ الإعلان عن بناء سد النهضة منذ سنوات، وإن لم يكن الوقت في هذا الوقت مناسبا لأجواء الدولة المصرية، إلى أنه يعني تم بالفعل وبدأت بالفعل. ومصر لم يعني لم تقف كثيرا في هذا الاتجاه، ولم يعني تصد ولم تعترض بشكل كبير، لأن في النهاية مصر حريصة جدا على تنمية أثيوبيا وحريصة على الأمن الأثيوبي وحريصة على مستقبل التنمية فيها. ومصر أكدت بشكل واضح جدا أن مصر تعشق جيرانها وتبذل في ذلك الكثير من الجهد، وبالتالي لم يعترض. مرت المفاوضات في خلال الفترة أو السنوات الماضية بالكثير من الجولات، سواء على المستوى القمة أو الرؤساء أو الوزراء، كان آخرها الاجتماع التساعي في مايو الماضي. ومنذ إعلان المبادئ الأولى في 2015 مصر يعني بذلت الكثير من الجهد وكانت حريصة أشد الحرص على التنمية في إثيوبيا وكل هذا. لكن الآن هناك تطورات جديدة لم يعلنها الجانب المصري ولكن أعلنها الجانب الأثيوبي نفسه على لسان رئيس الوزراء أبي أحمد، بأن هناك عيوب تتعلق بمدى جاهزية وأخطاء في إدارة المشروع وبعض التصميمات من قبل الشركة إلى شركة ميتك، ودي مملوكة لوزارة الدفاع في إثيوبيا. يعني ده طبعا أثار الكثير من المخاوف، وبالتالي أعتقد أن ما طرأ في هذا الملف يستوجب إعادة النظر ويستوجب أيضا إعادة كل الأمور إلى نصابها. مصر لم تعترض ولم تتوقف في أي مشروع، سواء سد النهضة وغيره، فيما داخل الكيان الأثيوبي والدولة الأثيوبية. وبالتالي حينما تستجد أمور قد تلحق الضرر بمصر، أنا أعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر. طب خلينا نقول إلى أي مدى يعني ممكن تكون فكرة تعديل المواصفات فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي يكون في صالح مصر بشكل كبير؟ هو طبعا في خلال ساعات هيكون في زيارة لوزير الخارجية ورئيس المخابرات المصرية إلى إثيوبيا، وللعلم هذه الزيارة لم تكن بسبب التصريحات التي صدرت في خلال الساعات الماضية، ولكنها زيارة يعني تم التنسيق لها منذ فترة، ولكن التصريحات جاءت متزامنة معها. إحنا في النهاية كدولة مصرية أعتقد بل من المؤكد أن مصر حريصة جدا على مستقبل التنمية في إثيوبيا، ولم تصد أي كيان ولا أي شيء قبل كده في خلال الفترة الماضية. ولكن حينما تستجد أمور بهذا الشكل، أعتقد أن مصر يعني لن تقف مكتوف الأيدي تجاه أي إلحاق ضرر. وأعتقد أيضا أن المفاوضات في خلال الفترة الماضية أو الزيارة المرتقبة خلال ساعات ستتطرق إلى هذا الأمر بنسبة كبيرة جدا. على الأشقاء في إثيوبيا أن يدركوا جيدا وأن يكونوا على يقين بأن مصر كدولة وكمؤسسات وكشعب لن تكون ولن تقف أمام أي تنمية أو أي مستقبل لهم أو أي جهود هم يرونها أنها نحو الأفضل. لكن نحن نتمنى أيضا، إحنا مصر لم تكن مصر دولة يعني غازية ولا جيشها جيش غازي. مصر حريصة جدا على أشقائها وعلى مستقبل الأشقاء في أفريقيا بشكل عام، وعلى وحدة الشعب الإثيوبي واستقراره ومشروعاته وتنميته، لكن كل هذا في إطار بما لا يضر بالمصلحة المصرية. وأعتقد أن الجانب المصري والجانب الإثيوبي قادرين على
ازاله كل المعوقات في خلال الفتره الماضيه للوصول بالازمه او الموضوع بالمستجدات الى بر الامان ان شاء الله. إذن الموضوع قيد البحث والدراسه ومازال قابل للتعديل والتغيير فيما يتعلق من امور يمكن يظهر فيها بعض المشاكل زي ما ذكرنا. طيب لسه مع حضراتكم مشاهدينا مع الصفحه الثالثه، وهنتابع خبر اخر جاء تحت عنوان 30% نسبه المكون المحلي والقيمه الاجماليه 243 مليون يورو. مصر وكوريا تتفقان على تصنيع 32 قطار جديد لمترو الأنفاق. يعني 30% نسبة المكون المحلي، يعني حضرتك شايف الرقم ده ازاي؟ هو طبعا يعني في شركات مصرية بالفعل يعني بتصنع يعني معدات ومركبات خاصة بالمترو أو بالقطارات منذ فترة، وده موجود بالفعل. لكن نسبة ال 30% مكون محلي ده يعني أعتقد أنه ده نسبة كبيرة في التوقيت الحالي، ودي طفرة في خلال الفترة القادمة. التعاقد نفسه او الاتفاقيه نفسها ديت طبعا هتكون لها يعني تاثير كبير جدا في عمليه النقل داخل القاهره، داخل القاهره ومترو الانفاق، خاصه الخط الثالث، وده يعني هيخدم اكثر من 1.5 مليون نسمه داخل العاصمه. وبالتالي انا اعتقد ان وزاره النقل بدات بالفعل اتخاذ خطوات جاده في هذا الاطار. اتمنى ان يعني بالاسراع بالانتهاء من خطوط المترو المتبقيه لحل ازمه التكدس المروري داخل العاصمه. طب ازاي ممكن نستفيد من كوريا تحديدا فيما يتعلق بمترو الانفاق؟ هي طبعا كوريا لها يعني باع طويل جدا في هذا الاطار، واعتقد ان الجانب المصري يعني اصابه الصواب في التعامل يعني مع كوريا في هذا الملف. لديها تقنيه عاليه جدا في التصنيع وفي التكنولوجيا المستخدمة في النقل، خاصة فيما يتعلق بموضوع مترو الأنفاق. وبالتالي مصر يعني من المؤكد أن أي إبرام اتفاقية بيتم البحث فيه عن الجانب الأفضل أو الجانب اللي بيملك التقنية وبيملك المعلومات الأفضل أو ربما المادة الخام الأفضل. ده طبعا يعني في النهاية بيؤكد الحرص على التطور وعلى إنهاء أزمة الازدحام المروري في العاصمة والانتهاء من المشروعات المقرر الانتهاء منها في خلال أعوام قليلة بإذن الله. نعم، طيب مع حضراتكم مشاهدينا هنروح للصفحة 7 ومجموعة من أخبارنا الاقتصادية كان على رأسها من جريدة الوفد خبر بيقول مصر تقود الاتحاد والسياسة النقدية. العلاقات الإفريقية المصرية تشهد طفرة خلال 2019. يعني يمكن أستاذ صلاح ده خبر إيجابي، خبر مطمئن للمصريين. يعني من وجهة نظرك هل هذه الطفرة اللي حدثت يعني عائدة من اهتمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدول القارة الإفريقية تحديدا؟ هو طبعا ما فيش شك ان في خلال السنوات التي سبقت ثورة 25 يناير ان العقود التي مضت حملت الكثير من شبه التجاهل كما نسميه تجاه الدول الأشقاء. الآن يعني في خلال السنوات الماضية هناك اتجاه واضح لدى السياسة الخارجية المصرية بالتواجد الحقيقي وداخل إفريقيا وإعادة دور مصر الرياضي داخل دول القارة السمراء. هناك تعاون كبير جدا بين مصر وبين كافة دول القارة تقريبا، وتم تبادل الزيارات لمعظم الدول. أيضا هناك تبادل أمني وتبادل غذائي وتقديم بعض المساعدات حال الضرورة، لذلك كما حدث مؤخرا مع بعض الدول. الدور المصري في إفريقيا بدأ يعود وبدأ يعني ينمو وبدأ يظهر بقوة في خلال الفترة الماضية. وحينما نتحدث الآن عن التواجد في إفريقيا طبعا بنقول ان زياره رئيس فيتنام وعلاقات يعني هناك اتجاهين يعني في يوم واحد، اتجاهين نحو افريقيا ونحو اسيا. طبعا الاهم في ده كله ان مصر من المقرر لها ان تتولى رئاسه الاتحاد الافريقي في خلال العام القادم 2019، وبيترتب عليه ايضا رئاسه البنك المركزي لجمعيه البنوك المركزيه الافريقيه. ومن المقرر ان يكون هناك تعاون مثمر في مجال الاستثمار ومجال التعاون الاقتصادي وليس السياسي فقط في خلال الفترة الماضية. واعتقد ان هناك الكثير من البنوك المصرية بدأت يعني تاخد اتجاه واضح في داخل الدول، واعتقد ان في الفترة القادمة هتكون دولة اوغندا تحديدا وبعض الدول هيكون فيها نشاط بارز، وبعض البنوك بدأت خطوات فعالة في هذا الاتجاه. ايضا التبادل التجاري بين مصر وافريقيا في خلال الفترة الماضية نجد أن الموضوع يحسمه الأرقام وليس مجرد الكلام، أن التبادل التجاري في 2014 أو في 2015 لم يزد عن 4.2 مليار دولار. العام الماضي تم يعني كانت هناك طفرة في التبادل التجاري وزاد إلى 4.8. إذن هناك خطوات إيجابية قد يراها البعض أنها بسيطة، قد يراها البعض أنها قليلة، لكن هي في النهاية
خطوة إيجابية وهي نتيجة جهد مثمر. ولا شك أن العلاقات بين مصر وكل الدول الإفريقية وبعضها البعض والتلاحم الإفريقي هو الأبقى وهو الأثمر في خلال الفترة القادمة من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية، إذن هي خاصة في ظل ما مختلفة. تعرض له المنطقة من مخاطر. إذن هي علاقات مختلفة، مش بس سياسية، كمان علاقات اقتصادية متنوعة. طيب مع حضراتكم مشاهدينا هنرجع مرة تانية للصفحة الثالثة، ويعني يمكن نشاط ملحوظ بتقوم به وزارة الداخلية في الفترة الماضية من ضمن جهودها المستمرة مش بس في مكافحة الإرهاب، هنلاقي كمان في مكافحة كافة الجرائم المختلفة، جريمة بشعة جدا تابعناها في الفترة الماضية ما يعرف ب 100 سليل. هقرأ على حضراتكم إحدى التفاصيل، بتقول الداخلية تكشف تفاصيل جديدة في جريمة 100 سليل. محمود أتى الريان ومحمد واعترف بالجريمة. المتهم يتعاطى المواد المخدرة وكاميرا المحطة رصدته بصحبة طفليه متوجها لكوبري فارسكور. يعني يمكن اعترافات من الأب أنه قتل أبنائه. يعني مثل هذه النوعية من الجرائم يعني أسبابها من وجهة نظرك؟ هو طبعا يعني جريمة، يعني هذه الجريمة التي عرفت إعلاميا باسم يعني طفلي الدقهلية، طبعا في اعترافات واضحة النهاردة للأب المتهم بارتكاب الجريمة، واعترف تفصيليا بارتكابه وارتكابه للجريمة، وأيضا التحقيقات بتبرز تعاطيه للمخدرات وما شابه ذلك. خلينا نتكلم بوضوح، يعني الأمر لا يتعلق فقط بهذه الجريمة وحدها، هناك جرائم مشابهة وتكاد تكون أكثر مشاعة في خلال الأيام الماضية. هناك يعني سيدة أيضا في محافظة المنيا ألقت بطفليها في الترعة، تم انتشال جثة أحدهما وتم إنقاذ الآخر. هناك أيضا في محافظة الشرقية أخ قتل شقيقه الأكبر من أجل الحصول على كيس لحمة، وأيضا شخص آخر في منطقة الخنقة قتل زوجته من أجل 200 جنيه. كل هذه الأمور لابد من إعادة النظر فيها. القصة لا تتعلق فقط بجريمة طفلي الدقهلية، أيضا معدل الجريمة زاد في خلال السنوات الماضية. هناك جهود أمنية أنا معاك واضحة متمثلة من في خلال الفترة اللي فاتت، إحباط هجوم كمين العريش، إحباط هجوم كمين مسترد، اكتشاف لغز مثل هذه الجرائم، خاصة أن أولياء الأمور الذين يرتكبوا مثل هذه الجرائم يتظاهرون يعني الحزن وبالغضب وافتعال مواقف لإبعاد الشبهة عنهم، لكن في النهاية بيتم كشف اللغز. أنا في تقديري أن كل هذه الجرائم وجرائم أخرى لا يعني لا يتم تسليط الضوء عليها، أعتقد أنها أصبحت في حاجة إلى دراسة وأصبحت في حاجة إلى بحث، وعلى الحكومة الآن أن تتخذ خطوات في اتجاه مثل هذه الأمور، وعلى مراكز الأبحاث أن تترز جيدا كل هذه التبعيات. الأمر لا يتعلق فقط بمجرد حادثة والقبض على متهم وإدخاله السجن ثم الحكم عليه وقضي الأمر. أعتقد أن ما يشهده المجتمع المصري في خلال الفترة الماضية يحتاج إلى إعادة نظر ويحتاج إلى دراسة. الأمر لا يتعلق فقط بالناحية الاقتصادية وما يعانيه البعض ويعني إبراز مبررات في هذا الإطار، الشعب المصري تحمل كثيرا في خلال العقود الماضية، وما يشهده الآن لا يأتي مقارنة بما تحمله وبما رآه الشعب المصري بعد هزيمة 67 وكان يعني له هدف. نقدر نقول يا فندم أنه الشعب المصري أو المواطنين من هذه النوعية محتاجين أن احنا نوعيهم أكتر دينيا؟ أنا في تقديري أن الخطاب الديني والمؤسسات الدينية، الأزهر والكنيسة معا ووزارة الأوقاف وخطبة الجمعة وكل هذه الأمور ومراكز الأبحاث ومراكز التأهيل النفسي، لابد من تكاتف الجهود ودراسة ماذا طرأ على المجتمع المصري، ماذا حدث للمجتمع المصري في خلال الفترة الأخيرة، ماذا حدث لأولياء الأمور، ما هو السبب الرئيسي في ذلك، ما هي الأسباب بشكل عام، دراستها، كيفية تلاشيها، كيفية إخراج مواطن صالح حتى بعد قضاء فترة السجن. أنا في تقديري أن أيضا وزارة الداخلية عليها أن تعيد النظر في عملية الإفراج عن السجناء بعد فترات معينة. لا يجب أن يتم ترويج شائعات بين الحين والآخر عن فترة العقوبة وقصر مدة العقوبة، كل هذا في تقديري أنه من ضمن الأسباب. لابد أن يكون هناك تسليط ضوء على العقوبة من غير المقبول أن يكون إبراز الجريمة في الصفحة الأولى وعلى شاشات التلفزيون، ويكون العقاب في خبر صغير في صفحة يعني داخلية. أنا أعتقد أن إبراز العقاب هو أهم من إبراز الجريمة. إذن أعتقد لابد أن الأمر يحتاج من إلى دراسة توازن ويحتاج إلى بحث، لأن الأمر يتعلق في يعني أصبح الآن في أكثر من محافظة جريمة متنوعة بين أخ وبين شقيق، بين أخ وأخوه، بين زوج وزوجته، بين أب وأولاده.
الأمر يعني لم يكن فقط مجرد جريمة عادية، إذن ولكن لابد من إحداث توازن بين نوع الجريمة ونوع العقاب طبعا أيضا. طبعا بالطبع وصلت المعلومة في هذا الخبر مشاهدينا، بشكر ضيف الكريم الكاتب الصحفي ورئيس القسم السياسي بجريدة الوفد الأستاذ صلاح شرابي، شرفتنا يا فندم. شكرا لحضرتك. كذلك أيضا مشاهدينا الشكر موصول لحضراتكم، تابعونا غدا مزيد من الأخبار والعناوين والمانشيتات في صحافة الغد. إلى اللقاء.